بعد طرح إمكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، تخوف من عودة سيناريو والأفامي الذي كانت له تبعات سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للجزائريين. لكن الخبراء يطمئنون بأن الاختلاف في صيغتي الاستدانة الخارجية هذه المرة جوهري. فرق جذري بين الذهاب إلى صندوق النقد الدولي أو الاستدانة. الصندوق الدولي هو عندما أنت تحتاج الدولة إلى أموال لتمويل ميزانيتها. إحنا هنا لا. فرق جوهري بين الاثنين، يعني ما لا علاقة بين الاستدانة لتمويل الميزانية وهنا استدانة فقط لتمويل مشاريع هيكلية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويكون بناء على مشروع متكامل. خيار العودة إلى الاستدانة الخارجية في صيغته الجديدة آلية لتطوير المؤسسات وإنعاش الاقتصاد الوطني بتمويل بنوك دولية للتنمية تكون الجزائر عضواً فيها على خلاف ما كان معمول به سابقاً. هو آلية لجلب عملة صعبة للجزائر عن طريق ميزان حركة رؤوس الأموال، فإن رح نوصلوا إلى نتيجة تكون تعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، ولا بعض المؤسسات اللي خصها تمويل تبحث ما صابش تمويل في الجزائر مثلا تصيبوا في هذه المشاريع الخارجية. إمكانية الاستدانة من الخارج مرهون بشروط حصرت فقط على المؤسسات التي تقدم مشاريع ذات مردودية اقتصادية ومنفعة فعلية على الاقتصاد الوطني، وبالتالي لا تشكل أي خطر على الاقتصاد أو على هذه المؤسسات حسب المختصين. أشرف فيها المردودية المالية اقتصادية تجي من مؤسسات مالية دولية تكون السوستينابيليتي، هذه الأمور إذا كانت موجودة فإن تروح البنك الأجنبي البنك الدولي البنك مؤسسة المالية الدولية للتنمية فخش فرق كبير، يعني ماشي لها فامي ما كان أي خطر على الاقتصاد الوطني ماشي نشوف، لأنه يعني مشروع كل المشاريع كل المؤسسات اللي تمول نفسها على المستوى الدولي. لا تتم صيغة الاستدانة الخارجية الجديدة إلا عبر ضمانات تقدمها الدولة قبل استفادة المؤسسات الاقتصادية المحلية من هذه الديون على أن تتم عملية التسديد من العائدات أو فوائد المشروع الممول لتفادي التبعات السلبية للاستدانة.